يعني هو الحقيقة بس هيبقى ساعتها في بعض المتحدثين الرسميين تقريبا ما بيعملوش حاجة طول اليوم غير ان هم يردوا على الإشاعات، لأنه حقيقي كمية الإشاعات اللي بتطلع وكمية الأخبار الفيك المفبركة أصبحت غير عادية. الآراء الحقيقة أنا بالنسبة لي كانت يعني مفاجأة. الناس عندها درجة كبيرة من الوعي، شباب صغيرين، ناس كبيرة في السن. بس عايزة أتوقف مع حضرتك عند موضوع المواطن الجميل اللي قاله انه في ناس عندها استعداد داخلي انها تصدق، ودي اعتقد يا دكتوره سهير حته بقى سيكولوجيه شويه. ما هو هنتعامل معاها ازاي؟ طيب ما انا هي طبعا هي نقطه في منتهى الاهميه، فكره ان انا مهيئ نفسيا لاستقبال المعلومه حتى لو خطا. الاتموسفير او الجو العام المحيط بيك دفعك لتصديق هذه المعلومه رغم احتماليه يقينك انها خاطئه، ولكن تهيئتك النفسيه ان انت تقبل المعلومه دي. فعشان كده انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي ان المعلومات المغلوطه والمزيفه بتنتشر في وقت الازمات وبتنتشر ايضا في نقص المعلومات. علشان كده شفافيه الاجهزه السياديه والاجهزه الحكوميه لازم تكون هي المحرك الاساسي لهذه الاشياء، ان انا اكون واضح بقول المعلومه وبقول الحقيقه. وده على فكره حاصل يعني في مثلا في الحديث الاخير للرئيس السيسي في يوم في الكاتدرائيه اكد على الجزئيه دي. احنا تعبانين، لكن احنا قدام، قالوا لكن احنا، فهو اعلن وقال احنا في مشكله. ففكره الشفافيه نفسها في حد ذاتها دي مطمئنه للمواطن المصري ان هو لا يقبل المعلومه، لان هو عارف ان في شخص متعمد ان هو يقول له معلومه خاطئه. فبالتالي ان انا بهيئ له الجو ان هو يقبل كل الاشياء السلبيه، أو ده اخطر طبعا، او بهيئ له على الجانب الاخر الجو ان هو يقبل كل الاخبار الايجابيه وان هو يكون عنده صبر. فهي القصه انه بيبقى فيها اكتر من عامل يؤدي الى تهيئتك نفسيا ومعرفيا لقبول المعلومه، وانت عندك احساس ما ان هي غلط. وده اللي قاله المواطن في التقرير، ان انت اوريدي بتكون عندك الاستعداد ان انت تقبل هذه النوعيه من المعلومات. عارفه حضرتك قبل ما نذيع التقرير على طول كنت بقول لحضرتك في حاجه في منتهى الخطورة بقالها فترة بتحصل، اللي هي إيه؟ هي مش حاجة جديدة، بقالها كده كام سنة. عارفة حضرتك المواقع الصحفية الإلكترونية، كل زملائنا الوطن اليوم السابع كلهم، فيجي حد يروح عامل إيه؟ أخد لك اللوجو بتاع وعامل فريم كده وحاطط فيه أي معلومة ملهاش أي علاقة بالصحة خالص، وتبدأ تنتشر منطقة. عشان كده حتى البنوتة الجميلة اللي بتقول لك أنا لازم الأول أشوف مصدر الخبر إيه، ما هي دي مشكلة. انه ممكن مصدر الخبر انا عيني حد، يعني هي مثقفه وواعيه، هي بتبص مصدر الخبر بس هي اصلا الصوره متفبركه، متاخد لوجو لموقع قناه اخباريه او ايا كان، وده فيك. فين بقى على بال ما مثلا الموقع ده ياكد ان هو ما نزلش الخبر ده، او ان جهاز في الدوله المعني طبعا ينفي الشائعه دي، خلاص انتشرت وعملت حاله من البلبله. فدي كمان نقطة مهمة قوي وبتحصل وبتصادفنا تقريبا كل يوم يا دكتور. بس النقطة دي بقى يعني لازم بقى يعني الشغل عليها يبقى أكتر شوية الفترة القادمة، لأن السرعة في الرد على الشائعة هو أكثر الحلول الناجعة لمواجهتها. إن أنا ما ينفعش إن أنا استنى لغاية لما تنتشر.